وللمتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ رامي زهدي، رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بمركز العرب. أستاذ رامي، في رأيك إلى أي مدى تصب هذه النسخة من القمة الأفريقية الروسية في صالح دعم العلاقات الروسية الأفريقية بشكل عام والروسية المصرية بشكل خاص؟ النسخة الثانية من القمة الروسية الأفريقية بعد النسخة الأولى التي كانت 24 أكتوبر 19 في سوتشي تأتي استمالا لفكرة توسيع دائرة التعاون أو التشاركية الثنائية ما بين الاتحاد الروسي من جهة وما بين الدول الأفريقية أو عموم أفريقيا من جهة أخرى، استكمالا على موضوعات عديدة وأطر من الإمكانيات التعاون تم فتحها منذ العام 19 وتم البناء عليها خلال 4 أعوام وصولا لهذه القمة، خاصة في ظل أزمات عالمية تواجه الجميع. بينما بالنسبة للعلاقات المصرية الروسية، هي في الحقيقة بتمثل أحد أهم نماذج العلاقات الروسية الإفريقية على الإطلاق، نموذج جيد جدا من الشراكة الاستراتيجية ما بين مصر وروسيا منذ العام 14 تقريبا، حجم تداخل كبير اقتصادي وتوافق في عديد من الرؤى السياسية خاصة في مجال الأمن والسلم في القارة، وبالتالي استكمالا لكل هذا تأتي هذه القمة في ظل هذه الظروف. نعم، توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، يعني ملفين بكل تأكيد الدول الأفريقية في أشد الحاجة إلى الدعم والمساندة من روسيا. ما بين النسخة الأولى والنسخة الثانية وما مضى بينهما من أحداث سياسية واقتصادية حتى تتعلق بروسيا نفسها، في رأيك إلى أين يمكن أن يذهب التعاون في هذين الملفين؟ توطين الصناعة تحديدا وبنود التجارة البينية والاستثمار المباشر بين روسيا وأفريقيا في العام 19 ربما كان هدفا رئيسيا، ولكنه الآن هدفا ملحا أو ضرورة، لأن احتياج العالم إلى توطين الصناعة المتقدمة في أفريقيا أصبح احتياج ثنائي. العالم يحتاج إلى توطين صناعاته في أفريقيا التي تعتبر الآن ملاذا اقتصاديا آمنا في ظل ظروف اقتصادية صعبة تواجه العالم. في العام 19 لم تكن هناك كورونا، لم تكن الحرب الروسية الأوكرانية وهذا القدر من الصراع والتنافس على القارة الأفريقية، بينما الآن أفريقيا تدخل في ظروف تفاوضية أفضل لأنها تستطيع أن تقدم إمكانيات قوية لصالح روسيا، وبالعكس تستطيع أن تحصل من روسيا على ما يدعم إمكانياتها الجيوسياسية في العالم. نعم، أشكرك الأستاذ رامي زهدي، رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بمركز العرب.